مشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نلقاكم فيها من خلال التداول حول الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية. وسنقرأ وإياكم مشاهدين بعض العناوين ضمن الصحافة العبرية. كما وفي ختام هذه الحلقة سنتطرق للحديث سريعا حول آخر العناوين في الصحافة الإلكترونية. دعونا مشاهدينا الآن نبدأ باستعراض العناوين التي سنناقشها ونعرف تفاصيلها خلال هذه الحلقة. أبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة الجارديان. المملكة المتحدة تدخل الساعات الأخيرة من الإخلاء، وبايدن يتعهد بالانتقام إثر انفجار المطار الذي قتل العشرات. فيما صحيفة اندبندنت هنا فعنونت وكتبت: وزيرة داخلية بريطانيا تحث الأفغان على عدم الفرار إلى المملكة المتحدة وانتظار الوصول إلى طرق آمنة. ومن ميدل إيست مونيتور اخترنا هذا العنوان: الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تفاقم الأزمة اللبنانية. أما موقع ميدل إيست آي وهو آخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية اليوم: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يجب على بايدن أن يقف في وجه بنت فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين. ومن الصحف العربية مشاهدينا اخترنا عددا من الموضوعات، بداية من القدس العربية التي كتبت هذا الصباح: مذكرة إحضار قضائية بحق رئيس الحكومة في قضية انفجار المرفأ، وهذا طبعا في لبنان. من القدس العربي بعد ذلك إلى الشرق الأوسط، ومؤتمر بغداد لدعم العراق وتعزيز دوره في المنطقة. أما صحيفة القبس الكويتية فعنونت هذا الصباح: تفجيرات مطار كابل تصفع بايدن. ومن الصحافة العبرية مشاهدينا اخترنا حديثا لمركز بحوث الأمن القومي الإسرائيلي: أربعة عراقيل أمام توسيع التطبيع. ثم مشاهدينا بعد ذلك سننتقل وإياكم في فقرة كاتب ومقال، ومقال اليوم اخترناه من موقع عربي 21: طالبان كسر النموذج، لكاتبه ساري عرابي الذي سينضم إلينا أيضا في إطار هذه الجولة. ثم وفي آخر محطاتنا سنتوقف في قراءة سريعة لعناوين بعض المواقع الإلكترونية. سنقرأ في الجزيرة نت وفي الخليج الجديد، وسنقرأ في العناوين الرئيسية لموقع عربي 21، وسنختم بقراءة العناوين الرئيسية لموقع بي بي سي عربي. الآن دعونا مشاهدينا نتوقف عند الصحافة البريطانية لمعرفة تفاصيل هذه العناوين التي عرضناها في البداية. وأرحب بانضمام ضيفنا الزميل الصحفي أنور قاسم معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. أستاذ أنور، أهلا بك معنا. أهلا بك. صحيفة الجارديان عنونت هذا الصباح وكتبت: المملكة المتحدة تدخل الساعات الأخيرة من الإخلاء، وبايدن يتعهد بالانتقام إثر انفجار المطار الذي قتل العشرات. لنتوقف بداية عند الشق الأول من هذا العنوان ومسألة الساعات الأخيرة التي يدخلها البريطانيون من أجل عملية الإخلاء المستمرة منذ عدة أيام في أفغانستان. إلى أين وصلت؟ طيب، يبدو أن الصوت لا يصلنا من عندك أستاذ أنور، تصل إلينا الصورة ولكن الصوت لا يصل إلينا، لا أعرف أين المشكلة تحديدا. لا يصل أستاذ أنور. نعم، أراك تتحدث، ربما يحاول الزملاء في هذه الأثناء سريعا الاتصال مرة أخرى بالزميل الصحفي أنور القاسم من أجل الحديث فيما يتعلق بعدد من العناوين التي طرحناها في البداية حول الصحافة البريطانية ما بين الجارديان وكذلك الاندبندنت. اخترنا عدد من العناوين وميدل إيست مونيتور وكذلك ميدل إيست آي. ربما أستاذ أنور معنا الآن، ربما الصوت موجود الآن. هل تسمعني؟ نعم. هل تسمعني الآن؟ نعم، الآن نسمعك، تفضل وأهلا بك. نعم، يبدو أن يعني التفجيرين اللذين حصلا في مطار كابول سرعا وبشكل كبير من عملية الإجلاء التي تقوم بها الدول الأوروبية، بحيث سمعنا هذا اليوم أن معظم الدول مثلا مثل أستراليا، إسبانيا، بعض الدول الأخرى أنهت أو ستنهي هذا اليوم عملية الإخلاء. بريطانيا قال وزير الدفاع
هذا الصباح بأن بريطانيا أجلت حتى الآن 14 ألف شخص، ولم يبقى إلا 1000 شخص سيتم إجلاؤهم في نهاية هذا اليوم. لكن هذه ليست كل الحكاية. بن والاس رئيس وزير الدفاع البريطاني قال إننا يعني لن نكون قادرين على إجلاء الجميع، هناك من يريد أن يبقى وهناك من لا نستطيع إجلاؤه. بمعنى آخر أن غالبية ما تريد بريطانيا إجلاؤهم يبلغ بحدود 15 ألفا، وقد فعلت أو تفعل هذا مع نهاية هذا النهار، رغم أن كل الدول كانت يعني تشكو بأنها غير قادرة على إتمام الإجلاء في تاريخ 31 حينما تخرج القوات الأمريكية. وكما هو معروف بريطانيا أرسلت 1000 جندي لمطار كابول لتسهيل عملية إجلاء المواطنين البريطانيين والأفغان المتعاملين والموظفين والذين قدموا خدمات للحكومة البريطانية، إضافة إلى الطلبة وبعض اللاجئين الذين يطلبون اللجوء إلى المملكة المتحدة. أيضا أستاذ أنور، ماذا عن حديث بايدن الذي يتعهد بالانتقام مثل هذه الانفجارات والتي قتلت العشرات؟ ماذا تناولت الصحيفة أو على ماذا ركزت تحديدا فيما يتعلق بخطاب بايدن بالأمس؟ يعني واضح تماما أن هذه الصحيفة وهذا الموقع وأيضا الصحف الغربية كلها حقيقة مشغولة بمستقبل الرئيس الأمريكي بعد هذين التفجيرين اللذين أوديا ب 13 أمريكيا، إضافة إلى أكثر 150 جريحا. بطبيعة الحال الصحيفة تركز على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي لتعويض أو لتهدئة المواطنين الأمريكيين بعد هذين التفجيرين. الصحيفة تتساءل طبعا كباقي الصحف والمواقع، ما هي الخيارات المتاحة لدى الرئيس الأمريكي للانتقام من هؤلاء، وكيف يستطيع أن يجلب هؤلاء إلى المحاكمة كما وعد؟ هل ستكون هناك عمليات عسكرية مثلا أمريكية في أفغانستان؟ الموقع يستبعد ذلك بشكل كبير، إضافة إلى أن الموقع يتحدث عن القاعدة وهي يعني جماعات غلامية أو قاعدة القاعدة فرع خراسان، وبالتالي الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية من غير معروفين، كل ما كان يدركه الغرب والولايات المتحدة وبريطانيا هنا قبل التفجير بأن عملا إرهابيا شبه متوقع كان سيحدث في كابول. لكن هل ستعود القوات الغربية مثلا لمحاربة هؤلاء؟ طبعا السؤال والجواب تقول الصحيفة هذا صعب ومستحيل، وبالتالي ربما تلجأ الولايات المتحدة والرئيس بايدن بالتحديد إلى خيارات أخرى لمعاقبة هؤلاء، وأيضا لدعم ربما حكومة طالبان في مواجهة الجماعات الراديكالية مثل القاعدة. وكان الطالبان طبعا عندما سيطرت على كابول تعهدت بعدم وجود أي هجمات انطلاقا من أراضيها، والاتهامات كلها توجه اليوم نحو تنظيم الدولة ولاية خراسان العامل طبعا هنالك في أفغانستان. نترك صحيفة الجارديان أستاذ أنور ونذهب إلى إندبندنت، والصحيفة كتبت وزيرة داخلية بريطانيا تحث الأفغان على عدم الفرار إلى المملكة وانتظار الوصول إلى طرق آمنة. لماذا جاءت هذه الدعوة من وزيرة الداخلية؟ يعني جاءت هذه الدعوة بعد دعوة لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، يعني طالب فيها الذين يريدون القدوم إلى بريطانيا التوجه إلى المراكز وإلى مطار كابول. هذا كان قبل التفجيرين، ثم خرجت وزيرة الداخلية لتقول لهؤلاء لا تذهبوا إلى المطار أو إلى الحدود فإن ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم، وبالتالي نصحت وتنصح وزارة الداخلية البريطانية هؤلاء باللجوء إلى طرف ثالث أو إلى الحدود أو إلى مناطق آمنة بحيث يتم إجلاء هؤلاء في مراحل سابقة، أو أن يلجأوا إلى طرف ثالث وهذا يعني الدول المجاورة أو إلى إحدى الدول التي تأخذ أو تنقل هؤلاء إلى دول ثالثة، ومن بعدها تستطيع بريطانيا أن تنظر بطلباتهم وتنقلهم إلى بريطانيا. أيضا هناك اعتراف بريطاني بأن بريطانيا غير قادرة على استيعاب كل من يريد أن يأتي إلى بريطانيا، وهذه رسالة موجهة
للاجئين الذين يريدون الوصول إلى بريطانيا بأي شكل كان. إذن هي رسالة تحذير وبنفس الوقت رسالة لضمان حياة هؤلاء الذين المهاجرين أو هؤلاء اللاجئين الذين يطمحون للقدوم إلى المملكة المتحدة. طبعا كانت بريطانيا تحدثت عن أرقام تصل إلى 5000 أفغاني سنويا على مدار 4 أعوام، وبالتالي نتحدث هنا عن 20,000 من الأفغان الذين تعاونوا تحديدا مع البريطانيين هنالك في أفغانستان. نترك أندبندنت ونذهب إلى ميدل إيست مونيتور، الموقع الذي عنون هذا الصباح وكتب متناولا الأزمة في لبنان: الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تفاقم الأزمة اللبنانية. لماذا هذا القلق من قبل الاتحاد الأوروبي؟ واضح أصبح الآن قلقا أمميا، يعني حتى الأمم المتحدة أيضا في نفس اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا يتحدث عن قلق كبير بأن البلاد يعني تدخل في مرحلة الفوضى وتدخل في مرحلة يعني الدولة المنفلتة، بمعنى آخر الانهيار الكامل في كافة القطاعات. الأوروبيون يخشون حقيقة الآن وبشكل كبير جدا بعد تأخر تشكيل حكومة لأكثر من سنة والخلافات الداخلية التي تسيطر على تشكيل الحكومة. هي رسالة حقيقة نوع من التهديد المبطن للقيادات السياسية اللبنانية بأن تصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الاتحاد الأوروبي يرى الآن أن لبنان أصبح دولة فاشلة، مظاهر الحياة أصبحت خطيرة جدا، رواتب الموظفين لم تعد تصل، ميزانية الدولة تقلصت إلى أقل من النصف، دخل اللبنانيين تآكل أكثر من 40%، الخدمات باتت يعني شبه متوقفة. معظم اللبنانيين كما يقول الاتحاد الأوروبي دخلوا الآن تحت خط الفقر، بمعنى آخر أن هناك كارثة إنسانية بدأت في لبنان. لا يوجد كهرباء كما يقول المقال، الكهرباء مفقودة، الغذاء مفقود، الطبابة مفقودة، الاستيراد توقف، الليرة اللبنانية شبه انهارت، الذين يتلقون الرواتب بالليرة اللبنانية لا يستطيعون أن يعيشوا، المدخرات أيضا تبخرت، الصراع السياسي على أشده. لا يوجد أي أمل يقول الاتحاد الأوروبي إلا بتشكيل حكومة تستطيع الأمم المتحدة دعمها، ويستطيع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات كبيرة في لبنان. غير ذلك فإننا كما يقول الاتحاد الأوروبي سنواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد البلاد بشكل لم تشهده في تاريخها منذ إنشاء الدولة اللبنانية. آخر ما لدينا اليوم في الصحافة البريطانية هو هذا العنوان، واخترناه من موقع ميدل إيست آي. عنوان الموقع حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يقول: يجب على بايدن أن يقف في وجه بنت فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين. ماذا عليه أن يفعل؟ يعني واضح أن المقال حقيقة يميل إلى تحليل الوضع من الجانب الإنساني والمنطقي، هو يميل إلى دعم يعني الموقف الفلسطيني. أيضا الموقف يعني مقال كرسالة لرئيس الولايات المتحدة بأن لا يسلك سلوك الرؤساء السابقين، وعليه أن يحاول المساعدة في دفع العلاقات الفلسطينية الأمريكية إلى الأمام، أيضا أن يضغط على الحليف الإسرائيلي لتقديم تنازلات، رغم أن الحليف كما يقول مقال الصحيفة يعني أحبط ذلك من خلال الحديث قبل السفر أو قبل اللقاء الذي تأجل، كان مقررا أن يحدث يوم أمس الخميس، تأجل إلى هذا اليوم الجمعة بسبب أحداث كابول التي تسيطر أيضا على اللقاء حقيقة وتخيم على مجريات هذا اللقاء. الموقع يعني يطالب الرئيس بايدن بأن يعني يفرض نوعا جديدا من الحل ويوقف الدعم الكبير للحصار الذي تمارسه إسرائيل منذ 15 عاما على قطاع غزة، وأيضا الدعم للسلطة الفلسطينية منذ 16 عاما، والتي يقول المقال إنها لم تقدم أي شيء. يدعو المقال أيضا لتقديم نوع من تغيير السياسة التي اتبعها الرئيس السابق،
ويقول ان يعني على بايدن ان يسلك سلوكا مشابها للسلوك الذي اتخذه الرئيس اوباما حينما ضغط على بنيامين نتنياهو لعقد اتفاق سلام، وايضا اعاده الدعم المادي الى الفلسطينيين. رغم ذلك بطبيعه الحال يقول المقال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي حاول ان يجهض كل هذه المطالب قبل وصوله من خلال قوله انه لن تكون هناك دوله ثانيه للفلسطينيين او دوله للفلسطينيين في حكمه، ايضا حينما قال ان القدس هي عاصمه اسرائيليه وليس هناك اي شعب اخر يحق له ان يعلن انها عاصمته. اذا الجميع الان ينتظر ما قد يقدمه حقيقه بايدن الذي وعد كثيرا للفلسطينيين في اول لقاء بين الطرفين. أشكرك جزيلا على هذا اللقاء معنا الزميل الصحفي أنور القاسم عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. شكرا لك، ونذهب مشاهدينا إلى هذه الجولة من الأخبار الدولية ثم نعود. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: جهود الإنقاذ بكابول تزداد يأسا مع نفاد وقت الإجلاء. انتخاب بايدن وكورونا ساهما بسلام بارد في الشرق الأوسط. باكستان تريد من أمريكا التعامل معها كحليف لا كبش فداء. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن سعي مجموعة متباينة من المحاربين القدامى والمتعاقدين العسكريين وعمال الإغاثة والجواسيس السابقين الأمريكيين لإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان قبل أن يغلق الرئيس بايدن الباب أمام عمليات الإنقاذ في الأيام المقبلة. وقالت الصحيفة إنه حتى مع بقاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، يظل بايدن متمسكا بخطته لسحب القوات العسكرية المتبقية من مطار كابول الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة بحلول 31 من آب أغسطس. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا أشارت فيه إلى التحولات الدبلوماسية في المنطقة العربية ووجود حالة من خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى مناخ من ترتيب الأوراق بين المتنافسين والأعداء في الماضي بشكل ساهم في صنع مزاج خفض التصعيد، وهو أمر لم يكن متوقعا قبل عام ونصف عندما كان الرئيس ترامب في الحكم. ويرى مسؤولون عرب أن مشاكل الاقتصاد وتراجع أسعار النفط وانتشار كورونا وانتخاب بايدن كانت عوامل ساهمت في محاولات قادة المنطقة ضبط علاقاتهم الخارجية وتهدئتها. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مستشار الأمن القومي الباكستاني معبد يوسف أن بلاده تريد أن يتم التعامل معها من جانب الولايات المتحدة كحليف وليس كبش فداء. وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإنه في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتعامل مع تداعيات سيطرة طالبان على أفغانستان بدأ الكثيرون في واشنطن بتوجيه أصابع الاتهام لباكستان. وذكرت الصحيفة أنه بمجرد ذكر باكستان في الإعلام الأمريكي يعني توجيه تهمة لها بأنها الداعم الذي ظل يقف طوال السنوات الماضية وراء طالبان داعين لمعاقبتها. الآن مشاهدينا إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم من عربي 21: طالبان كسر النموذج. وكتب هذا المقال الكاتب ساري عرابي الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أستاذ ساري، بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. ما هو هذا النموذج تحديدا الذي كسر، وكيف استطاعت أيضا طالبان كسره؟ نعم، نحن نتحدث عن طالبان باعتبارها حركة مقاومة كانت تدفع احتلالا أمريكيا عن بلادها. في الحقيقة جرى خلق نموذج متوهم عن حالة المقاومة مرتبط بالتصور الإيديولوجي عن حركات المقاومة، أو مرتبط بنمط الحياة، أو مرتبط حتى بظرف سياسي، أو مرتبط بمحور سياسي. ولذلك مثلا أشهر المحاور التي تتحدث عن المقاومة مفهوم وفكرة وممارسة في المنطقة العربية عندنا هنا لم يكن يتحدث عن حالة طالبان التي لم تزل تقاتل منذ 20 عاما.
أنا طبعا ذكرته مثلا آخر هو حالة المقاومة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، طبعا بغض النظر عن حالة الالتباس والتداخل والاختلاط التي شابت حالة المقاومة في العراق، ولكنها كانت ملحمة مقاومة حقيقية، ولكن هذه المقاومة في جسدها الأعم ربما لم تكن تنتمي مثلا للمحور الإيراني الذي هو من أكثر الأطراف التي تتحدث عن مفهوم المقاومة. أكثر من ذلك، حتى عندنا في فلسطين كلنا نتذكر حينما اختلفت حركة حماس في الموقف السياسي من الحدث السوري، اختلفت مع إيران، كان ثم تعبيرات كثيرة أن حركة حماس غادرت مربع المقاومة، مع أنها حركة حتى في ظل هذا الاختلاف خاضت حرب عام 2012 وخاضت حرب عام 2014، وبالتالي مفهوم المقاومة يجب أن نحرره من هذا الاحتكار، لأن احتكار المقاومة في الحقيقة هو مضر ومؤذي من عدة نواحي، لأنه يمارس نوع من التضليل على الذات وعلى الآخرين، ويجير مفهوم المقاومة لاعتبارات سياسية وأحيانا لاعتبارات طائفية. وأنا ذكرت تاريخيا كان دائما ثمة محاولات لاستلهام نماذج المقاومة أو الثورات الموجودة في العالم، كما حصل في الحالة الفلسطينية في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حينما كان ثمة حديث كثير مثلا عن استلهام النموذج الجزائري أو الفيتنامي أو النموذج الماوي في الصين، ويعني نماذج كثيرة في ذلك الوقت، حتى كانت المجموعات في الثورة الفلسطينية وبعض الجيوب والتيارات تسمى هذا ماوي وهذا فيتنامي وهذا إلى آخره، يعني في ذلك الوقت لم يكن ثمة إشكال، مع أن الفكر الماركسي الذي كان يحرك الثورات في ذلك الوقت هو في الحقيقة فكر غريب يعني عن الثقافة الفلسطينية والبيئة الفلسطينية إلى حد كبير في ذلك الوقت. طبعا الأمر لا يقتصر فقط على محور سياسي في محاولة اختزال مفهوم المقاومة، يعني حتى كان ثمة استهجان كبير في الحقيقة لاهتمام أوساط عربية وإسلامية بانسحاب أمريكا من أفغانستان بفعل كفاح حركة طالبان على مدار أكثر من 20 سنة. كان ثمة استهجان أن هذه الحركة ثمة تصورات وانطباعات مأخوذة عنها سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يعني حول فكر الحركة، نمطها في التدين، طريقتها في الإدارة، طريقتها في الحكم. نحن نريد أن نقول أن المقاوم ليس ملاكا والمقاوم ليس معصوما، وحتى نصنف شخصا ما بأنه مقاوم ليس بالضرورة أن يتفق معي في نمط حياتي أو في طريقة إدارتي. إذا نحن هنا أستاذ سالي نتحدث عن مشكلة، والمقال طبعا أشار إليها وأشرت وألمحت إليها أيضا الآن، مسألة مهمة أو إشكالية عفوا مهمة تبدأ باحتكار المقاومة، ثم أنه لابد وكأنه لابد وأن يكون للمقاوم هنالك انتماء سياسي، لكن ما هو أساس أيضا هذه المشكلة؟ وأضيف أيضا شق آخر على السؤال لنأخذه كمثال وهو مطروح أيضا داخل هذا المقال، لماذا أيد بعض اليسار ومثقفون آخرون مثلا حزب كحزب الله ومقاومته، بينما رفضت مقاومة حزب مثل حركة حماس في فلسطين؟ يعني الحقيقة هذه حالة قد تبدو محيرة، أنا ما أسميه شخصيا بيسار إيران، يعني بمعنى هي الاتجاهات السياسية والفكرية المؤيدة للثورة الإيرانية والمؤيدة لمقاومة حزب الله، ولكنها لا تنتمي للفضاء الفكري أو الديني لحزب الله، أو قد تنتمي للفضاء الاجتماعي، يعني بمعنى قد تكون جزء من يعني بين متناصين التشيع كحالة اجتماعية وليس بالضرورة كحالة دينية، ولكنها دائما ما تتخذ مواقف إما رافضة أو متحفظة أو مشككة بمقاومة حركة حماس. الحقيقة من خلال رصدي أنا للمواقف تجاه حركة حماس منذ تأسيس الحركة كان دائما ثم الطرح بأن هذه الحركة غير جادة في مفهوم المقاومة، وأن هذه الحركة في لحظة ما ستجري التسويات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت دائما ما تجري مقارنات بحالة الإخوان المسلمين باعتبار أن حماس جذورها إخوانية أو فضائها الفكري وإخواني، والإخوان من سياساتهم يعني القيام بالتسويات، ويعني هي حركة إصلاحية وليست حركة ثورية بالضرورة. لكن المفارقة أن اليسار العربي عموما بما في ذلك اليسار المؤيد لمقاومة إيران لثورة إيران ومقاومة حزب الله، طبعا ولا يوجد إشكال أن يؤيد مقاومة حزب الله بطبيعة الحال، وحتى الثورة الإيرانية وحتى التجليات المرتبطة بالثورة الإيرانية بشكل أو بآخر كالقوى الشيعية في العراق أو كمقاومة حزب الله، أيضا كان عندهم سياسات من تدبير الزوايا ومن البحث المصلحي ومن البحث الذرائعي، وهذا الحقيقة كلام يعني طويل جدا، يعني كلنا نذكر مثلا أن القوى الشيعية السياسية في العراق مثلا دخلت مجلس بريمر وتعاونت مع الاحتلال الأمريكي، لا نتحدث تعاون بمعنى الخيانة أو العمالة، يعني بمعنى كان لها نظر مصلحي، ولكن لو الذي قام بذلك مثلا جماعة إخوانية أو مثلا تيار سياسي ديني مختلف معهم في الفضاء المذهبي أو الفكري
سيتهم بالعمالة لأمريكا أو سيتهم بالعمالة الغرب. والحقيقة هذه هي خطورة قضية الاختزال، يعني بمعنى مفهوم المقاومة يجب أن يكون فوق التوظيف السياسي، فوق التوظيف الطائفي، فوق التوظيف المذهبي والاجتماعي وما شابه. نحن الذين أيدوا حركة طالبان، بما في ذلك الإسلاميين السنة في الحقيقة، لم يؤيدوا حركة طالبان بالضرورة لأنهم يتفقون مع طالبان في نمط التدين أو يوافقون طالبان في طريقة الإدارة والحكم. بالعكس، أنا أشرت أن مآلات حكم طالبان غير واضحة بالنسبة لنا الآن، يعني ثمة احتمالات للانتكاس أو الدخول في حرب أهلية، وثمة احتمالات أن تكون الظروف أفضل. لكن بغض النظر عن ذلك، نحن نتحدث عن حالة مقاومة، ونقول أن المقاوم ليس قديسا وليس ملاكا وليس معصوما، يعني نحن نؤيده في مقاومته وقد نختلف معه في قضايا أخرى. طب فيما يتعلق بالمقاومة في فلسطين اليوم، هل يمكن استلهام تجربة طالبان التي كانت ضد الاحتلال الأمريكي، هل يمكن استلهامها في فلسطين بشكل أو بآخر ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني أنا في الحقيقة كتبت مقالة بهذا العنوان، هل من الممكن الاستفادة من تجربة طالبان أو هل من الممكن أن تستفيد المقاومة الفلسطينية من تجربة طالبان، يعني عنوان بهذا المعنى. هو الحقيقة هذه المقاربات فيها قدر كبير جدا من المغامرة والمجازفة في الحقيقة، لأنها قد ينوبها الإسقاط، قد تكون هي مجرد وسيلة للنقد، أو يعني قد تكون وسيلة لتصفية الحسابات، وقد تغفل أحيانا الفوارق الموضوعية. لكن دائما ثمة إمكانية للاستفادة. أنا ذكرت الفلسطينيون دائما ما حاولوا أن يستفيدوا من التجارب الثورية الموجودة في العالم، يعني وكانت التنظيرات الفلسطينية كثيرة جدا في هذا السياق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حينما كان هناك حضور للتنظير إلى جانب العمل في سياق المقاومة الفلسطينية، وبالتالي إمكانية الاستفادة من تجربة طالبان طبعا هي إمكانية واردة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد الحالة الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد طبيعة الاستعمار الصهيوني في فلسطين. لا شك أن أي استعمار أو أي احتلال غير إحلالي وغير إلحاقي كالاحتلال الأمريكي لأفغانستان أو الاحتلال الأمريكي للعراق بالضرورة سوف ينسحب، لكن حالة الاستعمار الصهيوني في فلسطين هي حالة غير مسبوقة. نحن نتحدث عن كيان اختلق من الصفر وأصبحت فلسطين هي أرض هذا الكيان ومبنى هذا الكيان ومعنى وجود هذا الكيان، بالإضافة طبعا للتعقيدات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في الحالة الفلسطينية، بالإضافة للتعقيدات الجغرافية والطبوغرافية وطبيعة الكثافة السكانية. هذه الحقيقة كلها تعقيدات تجعل ظرف المقاومة في فلسطين أصعب بكثير من حالة طالبان. لكن أنا الذي حاولت أن أقوله في تلك المقالة الأخرى، ربما أن ما ميز حركة طالبان في الحقيقة خلال 20 سنة الماضية، بالإضافة لاستمرارها في الكفاح وفي المقاومة طول تلك الفترة، الجمع الجيد ما بين الاستراتيجية والتكتيك، يعني بمعنى كان عند طالبان استراتيجيات ثابتة وكان هناك أهداف ثابتة لم تتحول عنها الحركة لصالح التكتيكات، يعني بمعنى استراتيجية الحركة لم تذب في التكتيك. أنا الذي لاحظته شخصيا من وجهة نظري على مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، يعني على الأقل منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة، أن التكتيك كان يبتلع الاستراتيجية. يعني لو أخذنا حركة فتح مثال، انطلاقتها الرسمية كانت عام 1965، بعد أقل من 10 سنوات عام 1974 تخلت عن فكرة تحرير فلسطين الكاملة ودخلت في مشروع الحل المرحلي، ثم دخلت في مشروع حل الدولتين الذي كانت تخول من يتبناه في مراحل ماضية، ثم لم يعد هناك حديث عن حل الدولتين، بدنا نتحدث عن سلطة فلسطينية أفق وحيد للفلسطينيين، وهذه السلطة للأسف الشديد دفعت كل الفلسطينيين للتعامل معها بتعامل واقعي، الأمر الذي أدى إلى قدر من التنازلات في البرامج السياسية ربما لأكثر الحركات الوطنية الفلسطينية. حركة طالبان نموذج مختلف، هناك تكتيك فاوضت الأمريكان، كانت على استعداد كي تفاوض حكومة كابل، حكومة أشرف غني السابقة، كثير من التكتيكات العسكرية توقفت عنها حينما كانت ترى أنها ضارة ومؤذية وغير مجدية، ربما أجرت تغييرات حتى في البنية التنظيمية، تعرضت الحركة لهزات كبيرة ولتحديات كبيرة مثل ظاهرات الدولة الإسلامية داعش، مثل بعض الانشقاقات والخلافات، وفاة قادتها السابقين الملا محمد عمر والملا أخطر منصور، وثمت حتى شكوك أن قائدها الحالي ربما يكون قد قتل وهي تخفي ذلك، يعني بمعنى كان ثم التكتيكات واجهت فيها الصعوبات المتعددة في مرونة، لكن هدف إخراج القوات الأجنبية من أفغانستان ظل هدفا ثابتا، حتى الحوار مع الأمريكان والمفاوضات مع الأمريكان كان مؤسس على هذا الهدف وهو كيفية خروج القوات الأمريكية من أفغانستان. أنا أعتقد أن هذه الصلابة في التمسك بالهدف النهائي وبالاستراتيجيات الأساسية، أنا أعتقد ربما هو أكثر ما يلزم الحالة الفلسطينية، بمعنى أن لا يبتلع التكتيك الاستراتيجيات الأساسية. نشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب الكاتب الفلسطيني ساري عرابي، شكرا لك. ونتوقف مشاهدينا عند هذا الفاصل ثم نعود.
مشاهدينا من جديد نرحب بكم ما بعد الفاصل، والآن نتحول إلى قراءة في عناوين الصحافة العربية والعبرية. اسمحوا لي أن أرحب بانضمام ضيفنا هنا في الاستديو الزميل الصحفي رامي الجندي. أهلا بك رامي معنا اليوم. أهلا وسهلا. ومن القدس العربي نبدأ. سابقة في لبنان تعنون الصحيفة: مذكرة إحضار قضائية بحق رئيس الحكومة في قضية انفجار المرفأ. بالفعل هي ستكون سابقة في لبنان أن يتم من قبل قاضي ومحقق عدلي في لبنان أن يقوم بإصدار مذكرة توقيف وإحضار وإلقاء قبض على رئيس حكومة لا زال في يمارس مهام عمله فيما يتعلق بالتفجير أو انفجار مرفأ بيروت، حيث أنها القاضي طارق البيطار ادعى لرئيس الحكومة المستقيلة أو الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال بالإضافة إلى 3 من الوزراء السابقين بأنه كانت لديهم معلومات بخصوص ضرورة تفريغ مرفأ بيروت من نترات الأمونيوم التي أدت إلى التفجير أو الانفجار الكبير في لبنان والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص وأيضا كارثة اقتصادية كبيرة. لكن أيضا هذه السابقة الأولى في لبنان فيما يتعلق بالقضاء العدلي رفضها رئيس الحكومة تصريف الأعمال أو حكومة المستقيلة أو هو حسان دياب، وذلك يعود بأنه ليس من اختصاص القاضي العدلي بل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء أيضا، وهذا الأمر يضيف تعقيدا جديدا على المشهد اللبناني خاصة في ظل التجاذبات السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة رغم الوقت التي استغرته المشاورات فيما يتعلق برئيس الحكومة المكلف الأول سعد الحريري ثم أيضا حسن دياب ثم بعد ذلك نجيب ميقاتي حتى هذه اللحظة، لكن أيضا فيما يتعلق بضرورة الحريري أيضا قبل ميقاتي أعيد إلى الحريري، لكن للأسف المشهد اللبناني حتى هذه اللحظة معقد ولا يبدو أن هناك أفقا يلوح أن هناك حلا يلوح في الأفق فيما يتعلق بالتسوية السياسية. لكن فيما يتعلق أيضا بمذكرة الجلب والإحضار فهي طبعا رئيس الحكومة يتنقل ضمن موكب أمني، هذا الموكب الأمني تحرسه ويقوم على تأمينه وزير الداخلية شخصيا وأيضا المدير العام للأمن القوى الأمن العام الوطني في لبنان. وزير الداخلية سابقا رفض أي مذكرات تنفيذ أي مذكرات إلقاء قبض وعلى رئيس الحكومة، وبالتالي هنا لن يقوم تنفيذ هذه المذكرة التوقيف. والاتحاد الأوروبي أيضا يعرب عن قلقه من تفاقم هذه الأزمة في لبنان. نترك الشرق القدس العربي عفوا ونذهب إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت اليوم وكتبت: مؤتمر بغداد لدعم العراق وتعزيز دوره في المنطقة. ماذا في تفاصيل هذا المؤتمر؟ طبعا العراق أنهى استعداداته من أجل إقامة مؤتمر غدا، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيكون غدا السبت، سيشارك في هذا المؤتمر ما يقرب من 9 دول ضمن الجيران العراق بالإضافة 5 دول من جيران العراق بالإضافة إلى 4 دول من الجوار الإقليمي وأوروبا. الدول التي ستشارك هي فرنسا، الأردن، مصر، الكويت، السعودية وأيضا قطر وتركيا وإيران. الهدف من هذا المؤتمر هو محاولة إعادة العراق إلى سابق عهده فيما يتعلق بدوره الريادي والإقليمي الفاعل والمؤثر كما قال الناطق باسم الحكومة العراقية. أيضا سيتم بحث مشاريع اقتصادية لدعم العراق الذي يعاني حاليا من عدد من المشاكل الداخلية على سبيل المثال منها موضوع الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى مثلا مشكلة جائحة كورونا بالإضافة إلى تدمير بعض أبراج الطاقة الكهربائية احتجاجا على الوضع المعيشي داخل العراق والعديد من المشاكل التي يعيشها العراق حاليا. ولكن هذا المؤتمر ربما يعطي فرصة للعراق من أجل مزيد من التعاون المشترك، تنشيط السياحة، تنشيط الاقتصاد، تنشيط التعاون المشترك مع الدول العربية وأيضا الجوار الإقليمي. طبعا نتمنى للعراق أن يعود دولة فاعلة ومؤثرة وحاضرة للدول العربية والإسلامية أيضا. نذهب الآن إلى القبس الكويتية والتي تابعت الوضع في أفغانستان وكتبت: تفجيرات مطار كابل تصفع بايدن. الإدارة الأمريكية وبعض مؤسسات الأمن والاستخبارات الأمريكية حذرت قالت بأنه لدينا معلومات مؤكدة عن وجود نية لإحداث تفجيرات في مطار كابول. بعد ساعات قليلة حدثت هذه الانفجارات، انفجارين مزدوجين. الانفجار الأول تم أمام البوابة الرئيسية لمطار كابول بينما الانفجار الثاني حدث
أمام فندق تقيم فيه القوات البريطانية التي كانت تقوم بعمليات الإجلاء لجنودها ومواطنيها ورعاياها في أفغانستان وأيضا المواطنين الأفغان. لكن تخلل بعد ذلك أيضا كان هناك عمليات إطلاق نار كثيف أدت إلى ما يقرب من معل انفجارات إلى أكثر من 70 مواطنا أو قتيل في ظل هذه الانفجارات، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 13 قتيلا من ضمن الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان. هذه الأحداث شكلت صفعة كما تقول إنجاز التعبير المعارض الأمريكي أو الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب، شكلت صفعة كبيرة لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بجهود الإجلاء من أفغانستان، وقالت بأنه كان متراخيا لذلك. لكن أيضا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب طالب رئيسة المجلس نانسي بوليسي بضرورة أن يتم عقد جلسة لمجلس النواب الأمريكي من أجل تمرير مشروع قرار بشأن تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان إلى حين إجلاء آخر مواطن أمريكي في أفغانستان. لا زال المشهد ضبابيا في أفغانستان ولا يعرف ماذا ستؤول إليه الأمور. هل سيتم الإجلاء إلى 31 من أغسطس الحالي أم ستكون هناك تمديد لهذا التاريخ؟ نذهب إلى الأخبار المنوعة الآن. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: مراسم دفن بوذية بكردستان العراق لنيبالي مات متأثرا بكورونا. بعد فوزه الكاسح بكأس ألمانيا بايرن ميونخ يسخر من برشلونة. لا ترتاح كثيرا أول فيلم يمني يشارك في مهرجان دولي. أقام رجال دين ومسؤولون من الديانة الزرادشتية في كردستان العراق مراسم دفن لنيبالي من الديانة البوذية بعد رفض بلاده استقباله عقب وفاته بفيروس كورونا. وقالت أواد حسام الدين مندوبة الديانة الزرادشتية في وزارة الأوقاف بإقليم كردستان إن مراسم عزاء دينية كاملة أقيمت لرجل بوذي من دولة النيبال قبل دفنه في مقبرة مسيحية في مدينة السليمانية. وأضافت حسام الدين أن هذه هي الحالة الثالثة قمنا قبلها بإقامة المراسم لسيدة بوذية نيبالية أيضا، كما شاركنا بإقامة المراسم لرجل مسلم من بنغلاديش. سخر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من نظيره الإسباني برشلونة بعد فوزه الكاسح بكأس ألمانيا على حساب نادي بريمير ب12 هدفا مقابل لا شيء. وحمل الهدف الثامن لبايرن ميونخ توقيع اليوري ساني ليسخر الحساب الرسمي العربي لبطل الدوري الألماني من برشلونة بكتابته 8، كم نعشق هذا الرقم، للتذكير بالانتصار الكبير المحقق على حساب برشلونة. وأعاد للأذهان هذا المنشور ذكرى تعرض برشلونة لأكبر هزيمة في تاريخه الأوروبي على يد بايرن ميونخ العام الماضي ب8-2 في ربع نهائي دور الأبطال. يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أول فيلم يمني ينافس دوليا للمخرجة اليمنية شيماء التميمي، والفيلم بعنوان لا ترتاح كثيرا ويشارك ضمن فئة أوريزونتي. ويأتي ذلك بمشاركة عدة أفلام عربية، في حين تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة بين 1-11 من سبتمبر المقبل في الدورة 78. وكذلك يشارك فيلم أتلانتيد والمبنى الأبيض والحركة العظيمة وكوستا برافا لبنان وأرض الأحلام في الفئة ذاتها. الآن إلى الصحافة العبرية، ومركز بحوث الأمن القومي الإسرائيلي يتحدث عن 4 عراقيل أمام توسيع التطبيع. ما هي هذه العراقيل؟ دراسة طويلة لمركز بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب في إسرائيل يسلط على هذه 4 أسردها يعني سريعا لضيق الوقت. أولا، سياسة الولايات المتحدة التي تغيرت. كانت سابقا إدارة رئيس دونالد ترامب هي المحرك الرئيسي لهذه الاتفاقيات بسبب ما تتمتع به من علاقة مع الدول التي قامت بعمليات التطبيع، حيث أنها كانت تمارس سياسة الجزرة والعصا. لكن هذا الأمر اختلف مع الإدارة الحالية، إدارة الرئيس جو بايدن، التي لم تلقي الجزرة إلى الدول
العربية التي قامت بتوقيع الاتفاقيات التطبيع، وهذا ما يقود إلى النقطة الثانية، تجميد صندوق أبراهام الذي أقيم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية التي تشاركت في هذه الاتفاقيات. النقطة الثالثة هو أن النظام الفلسطيني وجد نفسه متضرراً بشكل كامل على المستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية وعلى الفصائل الفلسطينية، لم يعد هناك شيئاً تستفيده السلطة الفلسطينية فيما يتعلق باتفاق التطبيع أو أي ثمار سوف تجنيها من ذلك. النقطة الرابعة أيضا هي القضية الإيرانية، والتي لا زالت عامل خوف ورعب شديد جدا فيما يتعلق بأن إسرائيل ترى بأن إيران تعمل على دق الأسفين ما بين إسرائيل من طرف وبين الدول العربية، وأيضا تحديدا الدول الخليجية فيما يتعلق بالعلاقات. وهنا التخوف من أن تقوم جهات معادية ما بدعم إيراني من استغلال أو الإضرار ب مسارات المسار البحري وأيضا المسار البري فيما يتعلق بالدول التي قامت بعملية تطبيع مع إسرائيل. حتى هذه اللحظة هناك أيضا موقف الشارع العربي، حيث وجدت إسرائيل بأن اتفاق التطبيع وأيضا اتفاق السلام الذي تم ما بين إسرائيل والأردن وإسرائيل ومصر كان بين النخب الحاكمة والأنظمة السياسية، بينما الشارع العربي كان بعيدا عن اتفاقيات التطبيع. العلاقات مع إسرائيل ليست متقبلة إسرائيل من قبل الشارع العربي. أشكرك جزيلا على كل هذا الشرح زميل الصحفي رامي الجندي، وعلى حضورك معنا اليوم. نتوقف مشاهدينا عند آخر أخبار فيروس كورونا ثم نعود. فوتشي: يمكن لأمريكا أن تسيطر على كورونا في ربيع 2022. قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا الدكتور أنتوني فوتشي إنه يتوقع أن تسيطر بلاده على انتشار فيروس كورونا في ربيع عام 2022، لكنه اشترط من أجل ذلك أن يتلقى غالبية الأمريكيين اللقاح. وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,439,000 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول ديسمبر 2019. منظمة السعودية تمنع مقيمين يمنيين من أخذ لقاح كورونا. اتهمت منظمة يمنية الحكومة السعودية بمنع مقيمين يمنيين على أراضيها من تلقي لقاح فيروس كورونا، وصفة ذلك بأنه تمييز عنصري. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات السعودية منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس كورونا دون أي مبرر أو قرار معلن، واعتبرت المنظمة أن هذا الإجراء مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء والتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من أخذ اللقاح المضاد للفيروس. الآن إلى آخر محطات جولة الصحافة مشاهدينا، وقراءة سريعة في عناوين بعض المواقع الإلكترونية. من الجزيرة نت نبدأ: 60 قتيلا بينهم مارينز أمريكيون، تفجيران انتحاريان بمحيط مطار كابول، وبايدن يتوعد تنظيم الدولة ولا يرى تواطؤا لطالبان. تحركات دبلوماسية تبحث مع طالبان الضمانات الأمنية والحقوقية التي تتعلق بمستقبل أفغانستان. وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم، عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون في مطار كابول. نترك الجزيرة نت مشاهدينا ونذهب إلى الخليج الجديد، وفيه اليوم: هكذا تستخدم إسرائيل دبلوماسية المناخ لاختراق دول الخليج. وفي الخليج الجديد أيضا هذا اليوم كتب الموقع: معهد عبري، هذه تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على إسرائيل. وأيضا: بينهم أمريكيون 60 قتيلا ومئات الجرحى في انفجارين انتحاريين بمطار كابول. وبعد تركيا، مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور قطر لبحث التعاون الثنائي. نترك الخليج الجديد ونذهب إلى عربي 21: المجلس الأوروبي، لا إصلاح بتونس دون احترام الديمقراطية. تنديد بهجوم مطار كابول، ودول تعلن انتهاء عمليات انسحابها. وما تأثير الانسحاب من أفغانستان على سياسة أمريكا الداخلية؟ المغرب يغلق سفارته بالجزائر الجمعة، وخط أنابيب بقلب الأزمة. كيف يؤثر قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب على ملف ليبيا؟
ومطالب مستمرة بتونس لسعيد بإنهاء انقلابه وأيضا العودة للاستقرار. نترك عربي 21 مشاهدينا ونذهب إلى بي بي سي عربي. بايدن يتعهد بإنجاز مهمة الإجلاء في موعدها رغم الهجوم قرب مطار كابول. ما هو تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان؟ وطالبان تلاحق المتعاونين مع القوات الأجنبية، ومسلحون يطلقون سراح تلاميذ مدرسة إسلامية مختطفين في نيجيريا. وكيف قضى مصريون أيامهم الأخيرة في أفغانستان قبل العودة إلى القاهرة بطائرة عسكرية؟ وما التركيبة القومية والدينية لأفغانستان؟ وأبرز المحطات في ملف العلاقات بين الجزائر والمغرب. نتوقف مشاهدين عند هذه القراءة في الصحافة الإلكترونية ونصل إلى ختام جولة الصحافة لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، هذه أطيب المنى، في أمان الله.